مرحبا بكم اخواني اخواتي. اليوم ان شاء الله غادي نخدم لكم حلوه ديال الفريز، وهذه وقت الفريز ان شاء الله. ما عليكم اخواني اخواتي الا تشوفوا هذا البلا، يعني التطبيق النهائي، وتشوفوا الوصفه، مقادير، طريقه، وطبقوها، والنتائج غادي يكون عندكم ان شاء الله على هذا الشكل باذن الله. ومرحبا بكم. عندنا هنا تقريبا شويه ديال الفريز، شويه ديال الفريز، عندنا واحد 200 غرام ديال الكريمه، عندنا الكونفيتور ديال الفريز، كونفيتور خاص بالفريز، عندنا ديمول بحال هادشي، وفيهم واحد البسكويه. النوع البسكوي هو هذا، كتختاروا نتوما البسكوي اللي بغيتوا اللي كيعجبكم. هنا غادي خصنا كل بياسه غادي خصنا ليها واحد جوج بسكويات ضروريين. عندنا هنا واحد شويه ديال لاروم ديال الفريز، نحيدو بسكوي حتى نركبو الفريز ديالنا هكا باش يجينا فيني مع المول، يجينا لاصق مع المول. كلشي بسكوي ديالنا خصو يجينا لاصق مع المول هكا. نديرو في هاد البلاصه حتى هي فريزه، ها هي. عاد غادي نهرسو ان شاء الله بسكوي ديالنا، نديرو في الوسط هكا، ونوركو به على الفريز ديالنا. الفريز ديالنا نوركو عليه بهاد البسكوي باش ما تجيناش غير الكريمه بوحدها، خصها يجينا الكريمه والبسكوي والفريز ايضا. نقطعو الفريز ديالنا على جوج، هذه هي الواجهه اللي بغينا تبان. كنحيدو البسكوي ما نديروش من الاول، حتى كنستفو ان شاء الله هذا الفريز ديالنا، نستفو ونزيروه مع المول. نزيروه مع المول، سونا يجينا مزير مع المول باش كان ما كيبانش داك الفراغ. هاكو شتوه، نوركو عليه. هنا كندير واحد المرسو صغير باش كنسدو هاد الفراغ. كناخدو بسكوي ديالنا كنضغطو عليه في الوسط بحال هكا باش كيور يضغط لينا على الفريز ايضا. هانتوما شتو هاكا، خصو يجينا ان شاء الله. عندكم لا كريم بالسكر، ما ديروش السكر، ما عندكمش دير واحد شويه، تقريبا واحد 30 غرام ديال السكر. وغادي نديرو ان شاء الله هاد شويه ديال لاروم، ونطلعو الكريمه ديالنا. نديرو شويه ديال الكونفيتور ديال الفريز فوق هاد البسكوي الوسط، كنديرو على حساب هاد غادي ندخلو ان شاء الله باش يبرد. هنا كندير واحد المرسو ديال الفريز، كنقطعو الفريز على 4 مرات. كنجيبو شويه ديال الكونفيتور كنخويو فوق من هادشي هكا، غير شويه ما تكتروش باش كيكون عندنا مذاق رائع ان شاء الله.
كنخوفو هادشي هنا ان شاء الله كنديمو ليو الحلوه ديالنا كنديرو في الكيسيت بحال هكا رائعة. مرحبا بكم اخواني اخواتي، هذا هو البلا ديالنا اللي هو عبارة عن حلوة بالفريز يعني بالكريمة وبالفريز ان شاء الله، وفيها البسكويت الداخل. ما عليكم الا تشوفوا ان شاء الله الطريقة باش صوبنا هادشي وطبقوها، والنتائج غادي يكونوا بحال هادشي. دائما كنحاولوا نقدموا لكم اشياء جيدة وممتازة باذن الله، والسلام عليكم والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله.